ينضم إلينا من باريس دكتور فادي الأحمر الباحث والكاتب السياسي. طبعا دكتور أهلا بك بداية. تشهد معنا هذه التطورات الأخيرة وبرغم كل محاولات التهدئة لا زالت الأوضاع تتصاعد. فيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي والتي تضمنت دعوة للتوصل إلى حل دبلوماسي شامل للأزمة اللبنانية، كيف ترى أن فرنسا من الممكن أن تلعب دور محوري في تهدئة التوترات بين حزب الله وإسرائيل؟ مرحبا لك وللمشاهدين. في الواقع صحيح فرنسا دورة أساسي، بمعنى أنه هي تريد أن تطلع بدور في للتهدئة للوصول إلى وقف إطلاق النار، ليس تهدئة بمعنى تهدئة مرحلية. السبب معروف، أنه لبنان يشكل بالنسبة لفرنسا أهمية جيوستراتيجية وجيوسياسية كبيرة، لأنه هو منطقة نفوذ لها، آخر منطقة نفوذ لها في الشرق الأوسط، وبالتالي الحرب الإسرائيلية اليوم على لبنان ليست كالحرب الإسرائيلية على غزة، مع العلم أنه فرنسا منذ سنة أيضا بذلت جهودا كبيرة لوقف الحرب على غزة لوعدها في مهدها، يعني بعد هذه الحرب، ولكن لم تنجح بطبيعة الحال، لأن فرنسا لا تملك صحيح أنه هي تريد الاطلاع بدور، حريصة على 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 دورها في المنطقة، ولكن هي لا تملك الأوراق المؤثرة في هذا الصراع. وأيضا اليوم في لبنان أيضا فرنسا لا تملك الأوراق المؤثرة على الصراع، خاصة وأنه الأحداث العسكرية الحرب سبقت المبادرات الفرنسية وسبقت وتخطت الطروحات الفرنسية. يعني نعلم جيدا أن الطرح الفرنسي الذي انطلق من نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اقتراح فرنسي أمريكي لوقف إطلاق النار لثلاثة أسابيع ومن ثم تطبيق القرار 1701 إلى ما هنالك، سبقته الحرب التي اندلعت في اليوم التالي، وتم اغتيال حسن نصر الله وتأزمت الأمور العسكرية واندلعت وتطورت الأحداث العسكرية حتى وصلت إلى ما وصلنا إليه. وبالتالي اليوم فرنسا، أختصر لأقول أن فرنسا ستتابع جهودها، ولكن لن تكون هذه الجهود مؤثرة فعليا لوقف هذه الحرب، ولكن يعني أيضا رأينا قبل أيام تصريح للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حيث طالب بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، ولكن رد عليه نتنياهو برسالة شديدة اللهجة. كيف ترى أن هذا الموقف قد يؤثر على العلاقة بين البلدين وأيضا على المساعي الفرنسية، خاصة أن ربما عاد ماكرون وقال أنه لم يقصد ما عناه في هذه التصريحات؟ هذا ما كنت أود قوله، أنه تراجع ماكرون عن قوله الذي، وأنا هذا تعودنا عليه مع الرئيس ماكرون، هو يعني يبدي حماسة ويعلن مواقف ثم يتراجع عنها، خاصة فيما يتعلق بإسرائيل وتحديدا أكثر فيما يتعلق بحربها منذ سنة لليوم على غزة واليوم على لبنان. لأنه سيدتي منذ حوالي الشهر يعني سربت خلية الإليزي على أنهم هم ضاقوا ذرعا بنتنياهو، ولكن حرصوا على القول على أنه لا نريد إعلان هذا القول. أنهم فرنسا واقعة بين كما نقول في المثل الدارج بين المطرقة والسندان، هي لا غير موافقة بطبيعة الحال على كل حروب، على كل هذه الحرب التي تشنها إسرائيل، هي تناقض المبادئ الفرنسية التي هي الدولة الطليعة، دولة لها دور طليعي كان في الدفاع عن حقوق الإنسان وفي احترام القوانين الدولية إلى ما هنالك. اليوم هذه الحرب تضرب كل هذه المبادئ التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية، ولكن من جهة أخرى هي لا يمكن لها أن تكون في موقف معادل لإسرائيل، وهذا ما أكدت عليه هذا التصريح من أو هذا التصريح المفاجئ ربما من ماكرون، ورد بنيامين نتنياهو عليه بقول أنه يا للعار كان لهم، لأنه
تبع تصريح ماكرون، هو بيان من قصر الإليزي يقول انه يجب تهدئة الامور، بما معناه يجب تهدئة الامور. وبالامس شاهدنا في ذكرى الاولى ل 7 اكتوبر رئيس الحكومه ميشيل بارنييه يقول انه يؤكد على 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 عدم على على الوقوف بوجه معاداه الساميه، وعلى الوقوف الى جانب اسرائيل، وهذا تحالف وهذا موقف تاريخي لفرنسا الى جانب اسرائيل الى ما هنالك. فبالتالي فرنسا من يوم في حرب لبنان وضع حرج اكثر بكثير مما كان عليه في حرب غزه، ان لبنان يهمها، لبنان تريد الحفاظ، تريد الاستقرار له، تريد ان 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 تريد ان يبقى لها نفوذ. ولكن في الوقت ذاته اليوم الحرب الاسرائيليه تضرب كل هذه الطموحات الفرنسيه، تضربها كليا، لانه اسرائيل مصره على حربها، مصره على اضعاف على القضاء، كما قال بعض قيادات اليوم الحكومه المصغره الاسرائيليه، القضاء على حزب الله. لم يعد هدف الحرب هو اعاده المستوطنين الى الشمال، الى شمال اسرائيل. بالنسبة لإسرائيل اليوم الحكومة المصرغة يكونون على القضاء على حماه، على حزب الله. وهذا يعني من وجهة نظر مراقب أنا أقول أنه طبيعي أن يفكروا ذلك بعد الضربات الموجعة التي سددوها لحزب الله، والتي من خلال اغتيال الأمين العام، اغتيال قادة عسكريين أساسيين له قبل اغتيال نصر الله وبعد اغتيال نصر الله، والتي تستتبع يعني ظهر أنه حملة الاغتيالات تستمر، على خلاف ما قال يعني منذ قليل منذ دقائق الشيخ نعيم قاسم أنه لا يزال حزب متماسك وهناك تماسك في القيادة والسيطرة كما قال بحسب تعبيره. لا شك حزب الله تعرض لضربات، وإسرائيل تريد تريد استغلال هذه الضربات التي وجدتها للحزب بحرب أقوى. وهنا فرنسا موقفها محرج، لا يمكن أن يؤثر دورها، ولكن كما ذكرت قلت أعود وأكرر سوف تستمر بعمل دبلوماسي. دكتور انتهى وقتنا تماما. الدكتور فادي الأحمر الباحث والكاتب السياسي كنت معنا من باريس، شكرا لك.